مباراة أكيد في نواحي تكتيكية، نواحي خططية بيركز عليها بشكل كبير جدا مستر باتريس كارتيرون. من الوارد من الأخبار اللي جاية لنا من هناك إن ممكن يكون في تعديل في الناحية الخططية مش في التشكيل. التشكيل كده كده يعني التعديل اللي احنا عارفينه أو اللي بنسبة كبيرة هيحصل بنسبة 99% هو تواجد محمد هاني مكان أحمد فتحي، عشان أحمد فتحي مصاب ومتواجد هنا في القاهرة زي ما احنا عارفين، عنده إجهاد في العضلة الضمة، فبناء عليه ما سافرش مع الفريق لبوتسوانا. فبالتالي الأقرب إن يتواجد كباك رايت هيكون محمد هاني، هو لاعب أكيد مميز ورائع جدا وأحد ناشئي النادي الأهلي. فبالتالي ده التعديل الخاص بالتشكيل اللي ممكن يكون متواجد، لكن ايضا ممكن يكون في تعديل خططي بناء على الرؤيه الخاصه مستر باتريس كارتيرون والجهاز المعاون طبقا للمباراه وظروفها واهميتها بالنسبه للفريق. هي عنق زجاجه بالنسبه للنادي الاهلي، اللاعبين مدركين كويس جدا اهميه هذه المباراه. هنقطع شوط كبير جدا ان شاء الله لو فزنا، الفريق او المباراه هتكون صعبه. الفريق يمكن يبان بالنسبه لنا ان هو سهل شويه من خلال المباراه اللي فاتت في برج العرب، لكن ظروف المباراه بتختلف، مناخ أرضية الملعب، الأمور دي كلها هتبان ساعة المباراة، وأيضا الجاهزية البدنية والفنية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي أكيد معروفة وهم على أتم الجاهزية طبعا لخوض هذه المباراة. فبالتالي إن شاء الله الجدية والحماس والتركيز الكبار بالنسبة للفريق خلال المرحلة دي أكيد هم اللي هيقودوا إن شاء الله الفريق لتحقيق 3 نقاط هامة جدا. معنويات أكيد مرتفعة عند النادي الأهلي، طالما كسبت أول مباراة مع انطلاقة موسم جديد بفوز كبير، حتى لو الأداء ممكن ما يكونش يعني زي ما احنا بنأمل في أول شوط بالتحديد أمام فريق تاونشيب في المباراة السابقة، لكن كان مهم جدا وكان التركيز كبير جدا من الجهاز الفني على أهمية إن احنا نعدي المباراة دي بنتيجة جيدة أيا كان الطريقة هتكون إيه، علشان تبقى انطلاقة مناسبة للفريق في بداية موسم جديد. احنا عارفين النادي الأهلي مقبل على تحديات صعبة وكبيرة جدا هذا الموسم من خلال طبعا بطولة دوري أبطالها، أيضا عندنا بطولة الدوري اللي هتكون أول مباراة في هذه البطولة أمام فريق الإسماعيلي، مباراة هتكون قوية للغاية مع بداية البطولة، أكيد هتبقى مباراة صعبة، فريق كبير زي نادي الإسماعيلي بعديه على طول فريق المصري، فالبداية قوية جدا. النادي الأهلي لو قدر أن هو يتخطى العقبات دي، عندنا تاونشيب بعديها الإسماعيلي والمصري بعد كده الترجي، فمباراة صعبة ورا بعض إن شاء الله، اختبار قوي جدا، وهيكون إن شاء الله الفريق والجهاز الفني في الموعد إن هم يقدروا يجتازوا كل هذه العقبات علشان يبقى بداية ولا أروع ولا أفضل بالنسبة للفريق من خلال الموسم الجديد، وإن شاء الله تكون بداية لائقة ومهمة جدا للنادي الأهلي سعيا نحو تحقيق مختلف البطولات اللي بيشارك فيها الفريق. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي ما فيش بطوله بيدخلها غير لما بيبقى الهدف الاساسي بالنسبه له هو المركز الاول، اي حاجه تانية بيبقى مش ده الهدف خالص بالنسبه للنادي الاهلي، اي حاجه تانية بيبقى يعتبر اخفاق في تحقيق الهدف. فبالتالي اهداف النادي الاهلي معروفه، المركز الاول في اي بطوله سواء بطوله افريقيا، الدوري، الكاس، السوبر طبعا ده مباراه واحده، اي بطوله بيشارك، حتى والله بطوله كاس العالم للانديه لما النادي الاهلي بيخش هذه البطوله مش بيامل بس ان هو يحقق مركز كويس او ان هو ما يوصلش للنهائي او كمان ده، الهدف دايما بيبقى ايا كانت الصعوبات ايا كانت الفرق القويه اللي ممكن يواجهها النادي الاهلي، بالتحديد في بطوله كاس العالم قبل كده خدنا المركز الثالث، لكن دايما كان هدف الفريق هو تحقيق اللقب حتى لو كان لقب صعب بكل تاكيد نظرا لتواجد بطل دوري ابطال اوروبا، بطل دوري ابطال اسيا، امريكا، كل الكلام ده. فبالتالي زي ما احنا عارفين الاهداف محدده ومعروفه جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، لكن الجميل في خلال تواجد الفريق في بوتسوانا ان القائمه خاليه تماما من الاصابات. زي ما احنا عارفين 23 لاعب من النادي الاهلي متواجدين في بوتسوانا بيستعدوا لهذه المباراه، دول المتاحين بالنسبه للجهاز الفني بخلاف طبعا احمد فتحي، باسم علي يمكن بيتعرضوا لاصابات مختلفه، ويمكن بالمناسبه يعني شاركوا النهارده في تدريبات جيده جدا وكان في بعض تدريبات الكره حالتهم مطمئنه، لكن ان الفريق يكون خالي من الاصابات ده شيء مميز، شيء جيد علشان ان شاء الله يكون الامور كلها لائقه ومتاحه لتحقيق نتيجه إيجابية للفريق إن شاء الله في هذه المباراة، وإن شاء الله بإذن الله كل اللاعبين وكل القائمة المتواجدة والمتاحة لمستر باتريس كارتيرون تقدر تنفذ كل التعليمات وكل الأمال المرجوة من قبل جمهور النادي الأهلي في تحقيق 3 نقاط غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي في مشواره الأفريقي وبالتحديد في المجموعة A والمجموعة المتواجد فيها النادي الأهلي، عشان إن شاء الله نخطو خطوة جديدة نحو التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.